بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا عدنا إليكم والعود أحمد. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. كنت بتكلم مع حضراتكم امبارح عن نواقض الوضوء، وقلت إن اللي بينقض الوضوء أشياء منها ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ومس فرج الآدمي ومس حلقة دبره. طيب بالنسبة لموضوع لمس المرأة الأجنبية، الفقهاء اختلفوا في هذا الأمر. الشافعية قالوا لمس المرأة الأجنبية بحائل أو بغير حائل يعني ينقض الوضوء، لو لمس المرأة الأجنبية من غير حائل ينقض وضوءه، إنما لو مسها بحائل لا ينتقض الوضوء. جمهور الفقهاء قالوا كلام جميل في هذه المسألة وهو الضابط الذي نمشي عليه، إن قصد اللذة ووجدها انتقض وضوءه، إن قصد اللذة ولم يجدها انتقض أيضا وضوءه، إن لم يقصد اللذة ولم يجدها لا ينتقض وضوءه. اللذة هنا هي اللذة الشهوانية، لو قصد بسلامه على امرأة لذة وشهوة ووجد هذه اللذة وهذه الشهوة انتقض وضوءه ويروح يتوضأ مرة تانية. طيب إن قصد اللذة ولم يجدها أيضا ينتقض وضوءه ويتوضأ مرة ثانية. إن سلم على امرأة ولم يقصد اللذة ولم يشعر بشيء لم ينتقض وضوءه ويصلي وصلاته صحيحة إن شاء الله. واختلاف الأئمة رحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طيب إيه بقى الأشياء التي لا تنقض الوضوء؟ أول حاجة الشك، اتفق الفقهاء على أن الشك في الحدث لا ينقض الوضوء. يعني لو أنت بتصلي وشكيت هل أنا متوضئ ولا مش متوضئ؟ الشك لا ينقض الوضوء، والأصل في الأشياء الطهارة. صلي وصلاتك صحيحة. طيب لو شكيت قبل الوقت وفي وقت ممكن تتوضأ فيه، يبقى اقطع الشك باليقين وتوضأ وادخل الصلاة وأنت على يقين من وضوئك. ده أفضل، لأن أنت هتقابل رب العالمين وتقف بين يديه سبحانه وتعالى. إنما لو أنت شكيت وأنت في الصلاة داخل الصلاة كمل صلاتك ولا تتوضأ ولا شيء عليك. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيبين لنا حديث يقول فيه: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فلا يخرج من المسجد إمتى؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحيانا واحد بطنه بتكركر وهو بيصلي مش عارف هل خرج منه شيء أو لا، لو سمعت صوتا أو شممت ريحا أخرج من الصلاة. لم تسمع شيئا ولم تشم شيء أكمل صلاتك، والشك لا ينقض الوضوء وصلاتك صحيحة إن شاء الله. أيضا من الأشياء التي لا تنقض الوضوء أكل لحم الإبل، وده ليه قصة. إن الصحابة كانوا جالسين مع سيدنا النبي، واحد أحدث وكانوا أكلوا لحم جزور، لحم جمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. شوف سيدنا النبي بيراعي شعور الآخر عشان ما يقولش اللي أحدث يقوم يتوضأ. قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. فقام كل الصحابة وتوضأوا. وده في خلاف عند الفقهاء، اللي يأكل لحم الجمل هل يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ جمهور الفقهاء قالوا أنه لا يتوضأ ويصلي بوضوئه ولا ينتقض الوضوء من أكل لحم الإيه؟ الجزور أو الإبل. أيضا من ضمن الأشياء التي لا تنقض الوضوء القهقهة في الصلاة. لو واحد بيصلي وقهقه في الصلاة، القهقه تبطل الصلاة لكن لا تنقض الوضوء. لو واحد قهقه في الصلاة بطلت صلاته لكن لا ينتقض وضوءه. أيضا من الأشياء التي لا تنقض الوضوء التغسيل الميت. في حديث عن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. لو انت بتغسل ميت لا ينتقض الوضوء،
إلا إذا جاء بطن الكف على عورة الميت، وده لا يحدث لأن احنا بنضع قطعة من القماش على الميت عشان لا يمس جلد الإنسان عورة الميت، فلو غسل الإنسان ميتا لا ينتقض وضوءه، ولو حمل ميتا لا ينتقض وضوءه. طب النبي قال كده في الحديث ليه؟ من غسل ميتا فليغتسل، ده سنة من الأغسال المسنونة، الغسل من غسل الميت، ومن حمله اللي يشيل الميت يتوضأ من باب الاستحباب والندب، لكن من حمل ميتا لا ينتقض وضوءه ويتم الصلاة ولا شيء عليه إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم ممن يقولون فيفعلون، ويستمعون فيتعظون ويعتبرون. اللهم آمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.